نرحب بحضراتكم مره ثانيه في استاد الاهلي ومعانا فقره التحليل ومحلل الاداء وضيفي احمد ثابت. مساء الخير ومنورني دايما. مساء النور وبسعد دايما بتواجد معاك حبيبي ابو حميد. النهارده عندنا كلام عن البطوله العربيه، عندنا كلام على سموحه، لكن نبتدي بابرز ما جاء في البطوله العربيه من ارقام ايجابيه ومن ارقام اخرى. ماشي. بالنسبه طبعا للنادي الاهلي، يمكن البطوله العربيه دي طبعا احنا كان نفسنا ناخد البطوله وكان نبقى مكان يعني الترجي النهارده ونشيل الكاس وناخد 2.5 مليون دولار، اكيد يعني كانت هتبقى افضل بكتير. ولكن طبعا يعني البطوله بالنسبه لي ليها بعض الايجابيات اكيد وبعض السلبيات. بالنسبه للايجابيات انا شايف النادي الاهلي يعني يعتبر قدام الوقت كابتن حسام البدري اصبح عنده فرقتين، فكل مركز فيه لاعب واثنين وفي ثلاثه، يعني في بعض المراكز زي الظهير الايمن، زي مثلا خط الهجوم، زي الجناح، في اكتر من لاعب في كل مكان، فدي طبعا بتعمل حيره كويسه كابتن حسام البدري يقدر يختار. ما شاء الله دي حاجه برضو من ايجابيات مجلس الاداره انه بيدي دعم، ودي طبعا حاجه مهمه. مجلس الاداره طبعا توفير الصفقات دي حاجه تحسب لهم بالتاكيد. النادي الاهلي لازم يكون دايما عنده عمق في القائمه طبعا، ودي يعني دي كمان يعني عامه موجوده في السمات اللي قبل كده يعني في النادي الاهلي، ودي طبعا بالتاكيد يعني اكيد في كل الاوقات النادي الاهلي بيلعب على كذا بطوله مش بطوله واحده. طبعا فبيبقى محتاج ان كل مكان يبقى فيه واحد يعني موجوده في كل الانديه، كمان في الريال، في برشلونه، في كل الانديه الكبيره. لكن طبعا يعني انا شايف بالنسبه للنادي الاهلي المكسب الحقيقي في البطوله دي على صالح جمعه. صالح جمعه بالنسبه لي حاليا هو افضل لاعب في مصر، يعني لاعب فعلا لاعب مهاري جدا، عنده المراوغات الناجحه ما شاء الله عليه، عنده الحل الفردي. كمان كابتن حسام يعني انا في الفتره الاخيره ديت يعني شايف مثلا لصالح جمعه ثلاث حاجات: مباراه المصري لما جاب الجون يعني وراح للجمهور وشخصيته تحس ان هو شايل عشان يجيب الكوره، شايل الحمل من جواه، تحس ان هو عنده العزيمه وعنده الاصرار، عنده روح الفانله الحمراء. دي رقم واحد. اللقطه الثانيه ساعه لما رجع في مباراه مصر حسين ضاي في الدقيقه 88 في الدقيقه الاخيره وقام بالدور الدفاعي، دي برضو لقطه يعني بتاكد ان صالح جمعه تطور بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره. اللقطه الثالثه وهي في المباراه الاخيره، حتى هو يعني بصراحه يعني صالح جمعه قدم مباراه كبيره جدا وكان مان اوف ذا ماتش بالنسبه لي او بالاقل بالارقام وبالاداء. كان الكره اللي خد فيها الراجل اللي هي في العارضه في القائم او في القائم، وفي كره اللي يعني عدى من الراجل والراجل بينالتي بعد المباراه كمان خارج يعني بيبكي. فصالح جمعه يعني شايفه الفتره الاخيره دي بيتحمل المسؤوليه، ودي يعني تغير في شخصيه صالح جمعه. وبالنسبه للقدرات الفنيه طبعا اتغيرت بشكل كبير جدا. يمكن لو عرضنا الارقام بتاعه صالح جمعه معانا بقى الارقام بتاعت صالح جمعه في البطوله العربيه. صالح جمعه يمكن عامل في المباراتين دول عامل حوالي 18 مراوغه ناجحه. نعم. دي الارقام قدامنا. يمكن هو لاعب مباراتين 180 دقيقه مسجل هدف، عامل 18 مراوغه ناجحه في ماتشين. الرقم ده بيحصلش من لعيب مصري، عشان كده بقول ان صالح جمعه ده لاعب يعني انا شايفه لاعب بصراحه مش هيتكرر. هي مش قصه مراوغه، هي مراوغه مجديه. مجديه يعني ليها حل الفردي. ليها يعني في لعيب بيعدي عشان يعدي. طبعا. لكن ده بيعدي عشان يصنع فارق، عشان يخلق فرصه. لعيب مزاجه عالي قوي، يعني برضه صناعه الفرص كمان 9، ده رقم كبير جدا. عدد المحاولات على المرمى 14 في ماتشين، يعني 7 في الماتش الواحد، بنسبه دقه 43%، يعني نصهم اون تارجت، نصهم ما بين الثلاث خشبات، فده رقم مميز جدا. دقه تمريراته القصيره عامله 88%، عدد تمريراته الطوليه اللونج باص بتاعه 20، فده رقم برضو بياكد ان صالح بيعمل 10 له تمرير طولي في الماتش الواحد، رقم كويس جدا. هو عنده اللاعب اللي هو في الباص عاليه، اللاعب اللي هو يعني التمريره اللي هي عابره للايه للخطوط دي مهمه جدا، 40 50 متر باص يعني. دي مهمه جدا، يعني مش اي لاعب برضو بيعملها. دي ميزه برضو عبد الله السعيد، يعني دقتها واصله 70% عند صالح جمعه. صالح برضو قطع الكوره 7 مرات، اكتر لاعب عامل عرضيات 18 عرضيه، تعرض للاخطاء 6 7، اخذ فاولات، اخذ فاولات من الناس، والعرضيات 50% صحيح. فدي برضو ارقام صالح بتاكد ان هو يعني انا شايف ان صالح حاليا يستحق الانضمام للمنتخب. صالح حاليا بصراحه اكيد بهذا المستوى هيكون موجود بالتاكيد. يعني كده كوبر، يعني مستر كوبر من الناس اللي بتعرف تنتقي يعني. طبعا. وفي حاجه، في نقطه بقى مهمه كمان بالنسبه لصالح جمعه، بالنسبه لكابتن حسام البدري لو لاحظنا في الماتش الاخير ان هو في الاخر ربع ساعه استخدمه كايه؟ كجناح شمال. فدي نقطة برضو مهمة جدا، ان انت ممكن صالح جمعة تستخدمه مع عبد الله السعيد في بعض المباريات، انا مش هقول لك كل المباريات او ان انت تبدا بيه، لان صالح كامكانيات وينج مثلا مش القدرات قوي، لكن انت ممكن طبعا يعني هو قدراته كبيرة جدا، لكن مش المركز اللي هو هيأدي فيه كوينج. ليه؟ لان هو يعني ما عندوش عنصر السرعة، ما عندوش حتة حاجة برضو يا ابو حميد. هو بخطة كابتن حسام البدري الاجناح بتضم للداخل عشان الباكات تطلع، فصالح لما بينضم للعمق
بيبقى له شكل كبير ومميز. بس كابتن حسام بيحب جدا الجناح اللي عنده قدرات دفاعيه عاليه، فدي دي نقطه مهمه جدا. لكن في بعض المباريات يعني ممكن لا قدر الله لو اتزنقنا قدام الترجي او مثلا في مباراه كاس مصر هتلاقي كابتن حسام دافع بعبد الله ومودي صالح جناح دي او راح مدخل اجايه تحت المهاجم تحت ازارو، عملت يعني انا اول مره اشوف النادي الاهلي مش هينفع يلعب كاس. لكن انا بتكلم في المباراه دي عملت عدد محاولات، رحنا على الجون كتير جدا. في المباريات دي رحنا كتير جدا، فانا شايف النادي الاهلي يعني كفنيا كعدد محاولات على المرمى في الماتش الاخير ده بالذات وصلت للجون كتير جدا، ودي حاجه طبعا تحسب ان انت يعني لكابتن حسام ان انت دفعت بعبد الله وصالح وازارو وحطيت اجايه تحت ونزلت الشيخ، يعني ما فيش حلول اكتر من كده. انت حطيت اللعيبه كلها 4-1-4-1 ولعبت بعمرو السوليه مثلا، لا حلول ممتازه جدا، سنه هجوميه كبيره بتصل بتديك حلول، بتديك حلول مهمه جدا طبعا. وفي نقطه مهمه جدا، انا شايف ان المباراه دي بالذات يعني لو اتعادت مليون مره مش هنخسر، هو اليوم فعلا ما كانش يعني بتاع النادي الاهلي. يعني انت تقصد ان النادي الاهلي برضو بالارقام اللي احنا شفناها من صالح وبالارقام الثانيه ان في حاله عدم توفيق، كانت عدم توفيق فعلا. الكره دي مثلا كانت ممكن تيجي ضربه الجزاء اللي في الشوط الاول بتاع ازارو لو كان الحكم حسبها طرد، دي جت في العارضه وجت في دماغ، يعني هو الجون جت في ايده وجت في العارضه وجت في دماغه وبدل ما تخش طلع فعلا. وفي ضربه الجزاء اللي في الشوط الاول لو كانت اتحسبت وكارت احمر بتاعت ازارو دي كابتن جمال الغندور قال لك كارت احمر وضربه جزاء، كابتن احمد الشناوي قال كده، كل الخبره التحكيم حتى الخبره في العرب يعني.